انا سالتك علاش ساند قيس سعيد بالذات، علاش كان خيار قيس سعيد؟ ما نعطيك الهستوريك باش تفهمني علاش جيت قيس سعيد. معناها مانيش من لي بارتيزون دو قيس سعيد من الاول وتمنيت قيس سعيد يكون، لكن بعد يوم كي تحط لي اليوم زوز باش يحكموا في البلاد، باش يحكموا فيا انا، باش يسيروني، باش يسيروا ثقافتي، باش يسيروا الهويه نتاعي، باش يسيروا تاريخ ولادي وتاريخ تونس، باش يسيروا مستقبل ولادي، يسيروا اللي قابلهم واللي مش قابلهم. هو الهارد في الشد رئيس، بالشد رئيس اللي انتخبوا اللي ما انتخبوش، اللي ما انتخبوش، اللي يحبوا ما يحبوش، مسيري بيدك انت اليوم. باهي ثبت نبيل القروي نعرفه انا، كلنا نعرفوه، واضح. كان صديقك؟ كان صديقي ومازال صديقي نبيل القروي، معناها مانيش في عداوه معاه، ربي فضلنا ليك زاده. ربي فرج عليه انا قلت. ربي فرج عليه، اوكي. قلت ربي فرج عليه. باهي ربي فرج عليه بيان سور، ربي ينصر الحق. كانوا ظالم ولا كانوا مظلوم. وبعد شفت قيس سعيد عندي اختيار اليوم، والراجل دوب ما حط ودوب ما قالوا النتيجه، دوب ما تخرجت هبطت فيديو بعدها بساعه، قلت لهم الراجل هذايا شريف ونظيف، اول ما هي باش تعمل الماكينه الاعلاميه اللي بيدين السياسيين وبيد العباد باش تمسخوا، باش يقولوا عليه ارهابي، باش يقولوا عليه حزب التحرير، وباش يقولوا عليه نهضاوي. من با ساعتين بعد ما تكلمت انا قالوا عليه راجل نهضاوي، واحد تصويرته مع رضا بالحاج، هبطوا له كل وسخ هذاك الكل، زدت تاكدت لي هو نظيف. اي مفبرك التصويره مع رضا بالحاج. يا اخي علاش يا اخي ما عنديش فوتوشوب؟ اش معناها قعد مع رضا بالحاج ولا قعد مع مساندو. او خدم مع الغنوش؟ مساندو رضا بالحاج. مش مساندو، شيمنا فيه مساندو، خلينا ساعه ما نخلطوش تصويره ومساندو. وانا شربت معاكم؟ ما نعرفش. وانا شربت معاكم؟ فما كعبه في الطاوله، شكون شربها الله اعلم. انا ما كنتش موجود. حصلنا هذيك على ما يا مساج حطها في الفاتوره.